هل تعلمين سيدتي أن كل ما ركزت عليه حصلت عليه حتى أنت، وأن كل ما خشيت منه تحقق حتى رحيلك؟ فقبل لقائك كثيرا ما صليت لله أن تكوني، وعندما كنت كثيرا ما دعوت الله أن تبقي، وحينما بقيت كثيرا ما خشيت أن تتألمي، وإذا ما تألمت كثيرا ما دعوت الله ألا ترحلي، وعندما رحلت كثيرا ما دعوته مرارا أن تعودي، حتى حلمت ذات ليلة أنك عدت، ثم استيقظت ولم أجدك، ورغم ذلك لم أفقد الأمل بعد، ولن أفقده أملا في أن تأتي.